ونتحول مع حضراتكم الآن إلى متابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. يقدمه لنا الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. بالخير، شكرا جزيلا فاطمة خليل، شكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن مصر قد استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية. أضاف تحليل المركز أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة على خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، وقدرتها كذلك على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بجولة ميدانية تفقدية لمشروعات توسعة مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور في محافظة الإسكندرية. افتتح خلالها الوزير التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من المشروع، وفي هذا الإطار أكد الملا أهمية مشروع التوسعات في ميدور وما يترتب عليه من زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها، مشيرا إلى الالتزام الكامل بتنفيذ التوسعة وفق المخطط الزمني للمشروع، بالرغم من أنه جاء في ظل تحديات ضخمة على رأسها التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتموين عالميا وقدرة فريق العمل على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة. المشروع يشمل مجمع التقطير الجوي والتفريغي ومشروع معالجة السولار بالهيدروجين ومشروع إنتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة المياه الحامضية ووحدة أخرى لمياه التبريد. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع. وفي هذا الإطار ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق بنحو 1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.190 من الألف تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بما نسبته 24% ليبلغ مستوى 17,595 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 37% ليبلغ مستوى 3,530 نقطة. الارتفاعات شملت كذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف ما قيمته 49% إلى قيمته ليبلغ ما قيمته ومستوى 5,217 نقطة. تتجه أسعار النفط لتسجل أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام مدفوعة بتوقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية. هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 85% لتسجل $85.73 للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 92% ليسجل $81.56 للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من دولار واحد. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 33% لتصل إلى $2.96 للتر. هذا وقد هبطت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 76% لتسجل ما قيمته 2.62 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. واصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطؤه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب الأرقام المعلنة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من العام 2021، وذلك على خلفية تباطؤ الأنشطة النفطية. We'll be right back.
انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد عبد الله وفاطمة خليل. شكرا لك يا مصطفى.